sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay. T-minus 20 seconds and counting. 17, guidance release. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1. سجلنا القاعدة الصبح بدري وايد متعبة لكن الحلو بالأمر وجودكم معنا. فعاليات دولة الكويت وضيوفها يطلعون على كل جديد وعلى الهواء مباشرة. متابعة دائمة للأحداث العالمية. الفقرة جاهزة. ابدأ صباحك معنا في صباح الخير الكويت ولقاءاتنا المتنوعة. أسعد الله صباحكم أعزائي. هذا اللقاء سوف نتحدث من خلال ضيوفنا الكرام بمناسبة انعقاد الاجتماع 7 للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، ويسعدني أن يكون بضيافتي الدكتور عبدالله يتيم الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني بدولة البحرين الشقيقة، وكذلك الأستاذ عبدالله محمد الشهيل مدير عام الأندية الأدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وبداية أرحب بالدكتور عبد الله، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير والنور لخ صالح، هلا بك. وأيضا الأستاذ عبد الله محمد الشيل، أهلا وسهلا فيك، صباحك الله بالخير. شكرا. يسعدنا طبعا تواجدكم معنا في بلدكم، وهذه يعني ليس هناك من شك بأنكم في ما بين أخوانكم، وهذا الاجتماع بالتأكيد يعني من حيث المضمون مهم جدا حول الثقافة والتراث. لكن دكتور عبد الله سوف يعني اود ان اتعرف شخصيا وكذلك الساده المشاهدين على قضايا وهموم العمل الخليجي المشترك. استاذ صالح، طبعا انا سعيد بان اكون ضيف برنامج صباح الخير الكويت، وفعلا مثل ما تفضلت نحن دائما نشعر عندما نكون بالكويت ان احنا في بلدنا، ومو في بلدنا الثاني، ما في بلدنا هو الحقيقي يعني. نعم. وبعد الاخوان بالكويت دائما هذه مشاعر الود والمحبه، وكذلك جميع ابناء المنطقه. حقيقه يعني مناسبه انعقاد المؤتمر السادس او الاجتماع السادس لوزراء الثقافه دول مجلس التعاون يعني قضايا كثيره الان. وبرايي الشخصي يعني انه اصبحت مشكلات العمل الثقافي الخليجي المشترك مشكلات من نوع ثاني. يعني ولله الحمد يمكن قطع مجلس التعاون الخليجي سنوات، يعني تقريبا وصلنا الى مرحله الانتقال من مراحل الرعايه المبكره للعمل الثقافي المشترك الى البحث في مشكلات ذات طابع نوعي اكثر من هو الطابع الكمي الاداري الى اخره. فلربما برايي الشخصي ارى انه احنا الان نواجه مشكله الانتقال من العمل الثقافي بمفاهيم الرعاية الأساسية المبكرة كما كانت موجودة دولة الكويت وبالمملكة العربية السعودية وبدول خليجية أخرى، إلى الاهتمام بالمستوى النوعي للعمل الثقافي الموجود. وأعني بالعمل الثقافي الموجود بمستويات توفير الرعاية للعمل الإبداعي الفكري بمفاهيم وتقنيات حديثة في ترويج العمل الثقافي وتسويقه. وأتصور هذا أصبح فعلا يشكل لمتخذي القرار بدول المنطقة تحدي من نوع جديد في ظل تطورات كثيرة في مسائل تكنولوجيا المعلومات وأساليب العار وأساليب الترويج وغيره. وأعتقد هذه
ربما تكون برأيي الشخصي مشكلة فعلا يجب أن نجابهها، خصوصا وأن هذه الوسائل متوفرة يعني متاحة لدى العامة الآن، لم بالضبط. تصبح يعني حكرا على الخاصة كالكمبيوتر والإنترنت والستلايت. فعلا أخ صالح، يعني اليوم إذا أنت المنتج الثقافي اللي عندك لا تقدمه بصورة تنافسية للمتلقي في لابن المنطقة بشكل راقي، وإلا راح يجفل عنك وعن البدائل الأخرى الحرة صحيح. اللي توجه لها. فأنت الآن في وضع تنافسي يختلف عن الوضع الذي كنت فيه قبل يمكن 10 أو 12 سنة ماضية. ربما هذا تكون مشكلة. المشكلة الأخرى اللي أراها أيضا مهمة أن تواجه، وهي الآن فعلا احنا نواجهها بمستويات مختلفة، وهي ثنائية أو مفهوم الثنائي في العمل الثقافي بين العمل الثقافي اللي تتولاه المؤسسة الرسمية والعمل الثقافي الذي تتولاه المؤسسة الأهلية. نعم. ساد الاعتقاد لفترة طويلة أنه العمل الثقافي مسؤولية الدولة. نعم. وأن الدولة هي الجهة الأولى والأخيرة التي ترعي العمل الثقافي، ويجب أن نوكل إلها ونحاسبها ونحملها اللوم في الإخفاق ونحملها النجاح في حالة النجاح. أنا أعتقد الآن في ظل تطورات كثيرة حدثت في مجال العمل الثقافي على المستويات العالمية، هذه الثنائية أصبحت تدريجيا في طورها أو في طريقها للإضمحلال، ويجب أن تكرس مفاهيم لها علاقة كبيرة بمفهوم الشراكة في العمل، بمعنى أنه المؤسسات الأهلية ومؤسسات العمل الخاص يجب أن تعمل بشكل مشترك في مجال العمل الثقافي، وأن لا يعني يفهم من العمل الثقافي كما لو كان هو فقط حكر على مؤسسات رسمية للدولة. فالوضع يتطلب الآن أن تنقل كثير من مسؤوليات العمل الثقافي إلى المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لعل هذا العمل بمفهوم الشراكة يكرس مفهوم وطني عام للمسؤولية الثقافية في الدولة الواحدة أو بين دول أعضاء المجلس. أريد أن أنتقل بشكل سريع إلى مشكلة أو إشكالية ثالثة إذا كان الأخ عبد الله يشاركني فيها أيضا، وهو أنه الآن دول المنطقة أصبحت مجابهة بأعباء اقتصادية ومالية في تنفيذ مشاريع العناية بالبنية الأساسية في المنطقة، وقد صرف عليها الأموال الكثيرة سواء كان بالكويت أو المملكة أو بقية دول المنطقة. والآن يعني لدينا شركات ومؤسسات في القطاع الخاص قطعت شوط كبير وأصبحت مؤسسات رائدة، وكما برز في السنوات الأخيرة أنه بعضها ابتدأ يتولى دور أساسي في دعم العمل الثقافي. ولربما أذكر بالكويت مثلا مؤسسة البابطين، أذكر بالمملكة مثلا جائزة الملك فيصل، أذكر بالإمارات مؤسسة العويس، وعندنا أيضا في البحرين والإخوان في قطر والإمارات مؤسسات، وكذلك بالسلطنة. أعتقد آن الأوان أن يتولى القطاع الخاص كما هو أيضا بوزارة الإعلام بالكويت، عندكم تجارب دائرة بالتلفزيون، أن يتولى بشكل مضاعف عملية دعم العمل الثقافي الإبداعي، ويأخذ من الدولة بعض من مسؤوليات الجسام في هذا المجال. أرجو أن لا أكون قد أطلت، لكن ربما أرى أنه هذه هي بعض الإشكاليات إذا كان الأستاذ عبد الله شاركنا. دكتور عبد الله، بالتأكيد يعني الكلام يحتاج إلى الإطالة ويحتاج إلى كثير أيضا من الشرح. نحن هنا ربما نحاول أن نسلط الضوء على هموم وقضايا الثقافة والتراث، وهي بلا شك مهمة وقيمة وتحتاج منا إلى تفصيل. الأستاذ أيضا عبد الله يشاركنا وهو من الشقيقة المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد المملكة ربما مثال واضح ومنار أيضا وإشعاع لكثير من الإنتاجات الثقافية، إن كان على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الأهلي. في كثير من المؤسسات التلفزة، مؤسسات ودور النشر التي تصدر الكثير من النشرات. فهل لنا أستاذ عبد الله أن نتعرف على يعني الحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الوقت الحالي في ظل هذه التحديات والقضايا اللي ذكرها دكتور عبد الله؟ والحركة الآن يعني الحياة الثقافية في المملكة متحركة لا شك، بعدما يعني أثمر التعليم. نعم.
والتخصصات بدأت تظهر بشكل واضح. الإبداع طبعا موروث من خلال التاريخ الممتد إلى البعيد. نعم. وهناك عناية من قبل الدولة بالمؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية، هي أندية لها شخصية اعتبارية وتديرها مجالس إدارات وتعان من الدولة. لها يعني مجلس إدارة، كل نادي له حق إدارة سياسة النادي الثقافية في مختلف المجالات، وليس هناك يعني من قبل الدولة أو توجيه من قبل الدولة بالنسبة لسياسة الأندية الثقافية. هناك جمعية للثقافة والفنون، هناك طبعا كما تفضل الدكتور مؤسسات ثقافية أهلية كجائزة الملك فيصل العالمية، ولكن رغم هذا يعني نود أن ثقافتنا العربية عموما وفي منطقة الخليج بشكل خاص أن ترتفع إلى مستوى التحدي العولمة كما يقولون. هذا المستوى حتى الآن للأسف لم نتوصل إليه لا في المملكة ولا في الخليج ولا في المنطقة العربية. ولا بد أنه يعني كما قلت ونبي أن نستجيب لهذا التحدي، ولكن كيف نستجيب؟ لا بد أن تكون استجابتنا صعبة. الاستجابة الصعبة تتطلب قدرات خاصة ومواهب، تتطلب أيضا إمكانات، تتطلب دعم أو اتفاق أنظمة تعاون. نحن نطمح حقيقة أنه ثقافتنا ترتفع إلى مستوى الاستجابة للتحدي الصعب، ولكنها للأسف حتى الآن لم تصل إلى هذا المستوى. إلا أننا أيضا يعني نأمل أن تصل، لأنه يعني طوال تاريخ الأمة العربية لم تعكم، وهي أمة وليد بكل، وتملك من الموروث والقدرات ما يؤهلها أن تستجيب للتحدي الصعب. نحن في ظل العولمة أو الكوكبية أو كما يقولون يعني الأمركة في الواقع، بعد ما يعني اختل التوازن وانفرد الدولة يعني التفوق، حتى أكثر الدول حرصا على هويتها وافتخارا بثقافتها وتعلقا ببلادها وهي فرنسا، لم تستطع أنها يعني تواجه الأمركة. التعامل مع المستجدات مطلوب، لكن هذا التعامل يجب أن نتنبه إليه من خلال يعني